والمنطقة المجاورة لها. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتشكر كل من ساهم معنا في بناء هذه المدرسة، وأخص بالشكر إخواننا وجهاء مدينة الباب الذي كان لهم الدور الأكبر في تأمين هذه الأرض، والأخوة المستشارين الأستاذ خالد أطش والوفد المعاون له كونهم لم يدخروا أي جهد. أيضا أتشكر اللجنة التعليمية في المجلس المحلي برئاسة الأستاذ عبد اللطيف الذي لم يدخر أي جهد في إكمال البناء والتجهيزات. كانت الغرف الصفية وعملت الساحة للأطفال ve bu süreçte özellikle okulu yerini tespit edip bugüne gelinceye kadar hemen hemen her hafta okul alanını ziyaret eden eğitim danışmanları Mehmet Atatürk. Ve neşkur ihvanen etrak ve neşkur müdiriyet etterbi ve neşkur el cemiyye ala kıyamihim ve taabihim ve binaihim hâza assarah el ceyyid. Eyvahel ihva, hâza min da'bina وهذا الواجب علينا جميعا أن نبني أكثر وأكثر من أجل بلدنا ومن أجل أبنائنا ومن أجل هذا الشعب العظيم. فحضورك وهذا هون عنا هو جزء تسهيل وتذليل العقبات وتعديد الطرق. فالله يبارك فيكم جميعا. نسأل الله القبول، شكرا لكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق.